أعلن من أربيل انتهاء مخيمات اختبار الطلبة المتقدمين لمنحة الأمل للدراسات العليا عبر الأكاديمية الدولية للقيادة والتنمية، وينتظر المتقدمون نتائج القبول منتصف شهر حزيران المقبل ليلتحق المتأهلون بإحدى الجامعات التركية أو الماليزية. تفاصيل أخرى في سياق التقرير التالي. رحلة أشهر داخل العراق أطلقت عنانها الأكاديمية الدولية للقيادة والتنمية للتعريف بمنحة الأمل للدراسات العليا واختبارات التأهيل والقبول. انتهى المطاف بها في أربيل، واختتمت المخيمات بعد دورات مكثفة قدمها مختصون ببناء الشخصية واكتشاف القيادات العلمية والمهنية. نحن اليوم في اختتام المخيمات الخاصة بمنحة أمل للتقديم على الدراسات في تركيا وماليزيا. طبعا تقدم لمنحة الأمل ما يقارب من 1400 شاب وشابة، صعد منهم إلى هذه المرحلة ما يقارب من 200 شاب. اليوم نحن في اختتام هذه المخيمات، سنكون بعد أيام في اسطنبول إقامة المخيمات الأخرى الخاصة بهؤلاء الطلاب، ثم في بداية الشهر السادس سيتم الإعلان عن المقبولين وسوف يسافرون بشكل مباشر إلى تركيا وماليزيا إن شاء الله للدراسة. لن يفلح الجميع بالقبول، لكن إجماعا من المشاركين أن ما قدمته الأكاديمية كان نافعا للدخول في فضاءات تطوير الذات مستقبلا، وأن الأيام التي قضوها كانت حافزا نحو الانخراط في البحث عن مكانة مجتمعية تمكنهم من الاعتماد على الذات وتأمين المستقبل. طبعا تجربة فريدة مميزة، طلاب من مختلف محافظات العراق من مختلف الثقافات. أنا أعتبرها التجربة كانت عندي كلش ناجحة ومؤثرة. طبعا نحتاج إلى هيك مخيمات، هيك دورات. نسأل الله إن شاء الله التوفيق لجميع الطلبة. نشكر الكادر الأكاديمية الدولية للقيادة والتنمية اللي اتاحت هذه الفرصة للقبول إن شاء الله ليؤهلهم للدراسات في ماليزيا وتركيا. المنحة جدا استفادت من عدها، أولا يعني قدرت أن أكسر حاجز الخوف وأني أنتقل من مكان إلى آخر، تعرفت على ثقافات يعني عديدة من محافظات عديدة الحمد لله. إن شاء الله سواء قبلت أو لم أقبل لا سمح الله، فأنا مستفادة أولا من ناحية أنه حصلت خبرة. انتهت المخيمات وسيودع المشاركون مقاعد الاختبار، وهم يتطلعون بشغف لنتائج القبول من عدمه، لا للحصول على الشهادة العليا فحسب، بل يتطلعون لبناء شخصية قيادية قادرة على المساهمة ببناء مستقبل العراق. لقناة صلاح الدين من ختام مخيمات الأكاديمية الدولية للقيادة والتنمية بأربيل، عماد الشمري.